1985 में सदर सदाम हुसैन की गई यादगार गुफ्तगू अरब दुश्मन के बारे में जो मुकम्मल तौर पर सच साबित हो चुकी है, देखें मुकम्मल वीडियो उर्दू और अंग्रेजी तर्जुमे के साथ। أيها الأخوة، يا أبناء الأمة العربية المجيدة، إن المؤامرة على العراق وعلى الكيان العربي التي استخدم فيها النظام الحاكم في طهران هي كما قلت أخطر المؤامرات التي استهدفت الأمة العربية بعد الاحتلال الصهيوني لفلسطين، وهي حلقة أساسية في سلسلة المؤامرة التي أرادت تجزئة العرب وإثارة الفتنة بينهم وتقسيمهم وإضعافهم من أجل السيطرة على أرضهم واستلاب مواردهم ومنعهم من النهضة والتقدم. ولقد وجد الأعداء بعد طول تجربة وبحث أن الصهيونية المكشوفة وحدها لم تعد قادرة على تحقيق هذه الأهداف، فكان لابد من استغلال ظاهرة أخرى أشد خطورة من الصهيونية، لأنها تدعي الصلة بالعرب وبدينهم وبتراثهم، فاستغلوا حكام طهران لما يحملونه من أحقاد التاريخ والأطماع العنصرية والغرور والتخلف وغرائز الشر كي يدفعوا بهم إلى المساهمة في تدمير الكيان العربي. فالعدوان الذي ارتكبه هؤلاء الحكام على العراق بادئين بالحملة المسعورة على ثورته العظيمة ونشر القتل والتخريب، مستخدمين العملاء والمقيمين الإيرانيين في العراق، ومن ثم الانتقال إلى العدوان العسكري المباشر في الرابع من أيلول عام 1980، كان الهدف منه تدمير الكيان العراقي والكيان العربي وتقسيمه إلى دويلات طائفية متناحرة متقاتلة تطحن إحداها الأخرى، لتبقى الصهيونية هي القوة السائدة في المنطقة عشرات أخرى من السنين. إن هذا التقدير السليم للمؤامرة الصهيونية الخمينية التي استهدفت العراق والأمة العربية هو الحقيقة الأساسية التي تعلو على كل محاولات التضليل التي يراد لها أن تسود في المنطقة كي تنعدم الرؤية الصحيحة وتحقق المؤامرة أهدافها، وعندئذ لن ينفع الندم. وبعد أن نجح العراق في فضح هذه المؤامرة وفي صد ريحها الصفراء، فإن المهمة الأساسية العاجلة التي تواجهنا في الوقت الحاضر على الصعيد القومي هي التصدي للحلقات الأخرى من هذا المخطط الصهيوني الأسود الذي ينفذه حكام طهران الحاقدون على العروبة والإسلام، والذي يشترك معهم فيه نفر من العرب الضالين الذين تدفعهم أحقادهم وأمراضهم إلى التآمر على الأمة العربية تحت دخان الدجل والتضليل.